بيبدأ الفيلم مع مارك وهو في خطاب لشركة بابل للتكنولوجيا علشان يعرف الناس على اختراعه الجديد، واللي بيكون عبارة عن آلة مبرمج علشان يحب كل حاجة الطفل بيحبها، ده غير ان هو متوصل ببرامج التواصل الخاصة بالطفل، وده بيساعده على تكوين صداقات مع باقي الأطفال اللي بيشاركوه نفس اهتماماته، وبيساعدهم برضه على قضاء وقت ممتع. وبنروح لبارن وهو في طريقه للمدرسة، وبيكون كل الأطفال معاهم روبوتات إلا هو الوحيد مش معاه واحد، وفي طريقه بيخبط في عربية نقل من غير قصد فبيقع منها روبوت وبيتكسر. بيوصل بارن المدرسة وبيكون هو الطفل الوحيد اللي مفيش معاه روبوت، ولأن الأطفال بقوا معتمدين على الروبوتات بشكل كامل فبارن وحيد وما عندوش أي أصدقاء يشاركوا اهتماماته ووقت فراغه. لذلك بتطلب المدرسة من سافانا أشهر بنت في المدرسة وريتش أكتر ولد روش فيها إن هما يقعدوا مع بارن هما واتنين كمان، وده لأن النهاردة عيد ميلاده ومش عاوزاه يكون واحد فيه، فبيبدأ ريتش إن هو يتنمر عليه لأنه ما عندوش آلي. وفي آخر اليوم الدراسي بيروح بارن بيته وبيكون بابا مشغول في مكالمة شغل علشان يبيع الالعاب بتاعته، ولان الاطفال بقوا مهتمين بالالي اكتر ومحدش بيحب يشتري الالعاب فحالتهم الماديه كانت بسيطه. بعد كده جدته بتوري له تحضيرات عيد الميلاد اللي عملتها علشان لما يجيله اصحابه، لكنه بيعرفها ان هو ما دعاش اي حد لان ما عندوش اصحاب اصلا، واخر مره جم عيد ميلاده جدته ولعت في البيت، فبيتضايق اهله لانهم مش قادرين يخلوه سعيد زي باقي الاطفال ويكون صداقات كتير بدل ما هو وحيد كده. وبيعترف له بابا بوجهه نظره ان هو مش عاوز يجيب له الي علشان ما يبقاش مدمن عليه وضيع اجمل سنين حياته اللي المفروض يقضيها في التخيم مع اصحابه وصنع ذكريات لطيفه ما بينهم تعيش معاهم للابد. وهنا بقى بيرن الجرس وبيفتح بارن الباب ويتفاجئ بوجود آلي مغلف قدام البيت، فبيفتكر ان هو هديه من بابا وبيجري عليه يفتحه، لكن بيكتشف ان هو صخره. اللحظه دي بقى بيطلع ريتش واصحابه بيسخروا منه تاني، وده بيزعل بارن جدا، علشان كده بتطردهم جدته وبتاخد بابا علشان يروحوا يجيبوا البارن آلي ويحققوا حلمه ويعوضوه عن وفاه امه. وبيوصلوا لاقرب فرع للشركه وبيكون قافل، فبيحاولوا ان هم يقنعوا الموظفه تسلمهم آلي مقابل المعزه دي، ولكنها بترفض وبتقول لهم ان هم المفروض يحجزوا آلي ويستلموه بعد 3 شهور مقابل فلوس حقيقيه. فبيشوف والد بارن صاحب العربيه اللي خبط فيها بارن الصبح وواقع منها الآلي، وبيسمعه وهو بيقول ان الآلي وقع اتكسر وهيرجعه للمخزن، لذلك بياخدوا منه مقابل مبلغ قليل من المال. والصبح بيكتشف بارن ان بابا اشترى له آلي وبيفرح جدا وبيشكرهم وبيقول لهم ان هو ياخده معاه المدرسه النهارده، لذلك بيلمس بارن الآلي علشان يحمل عليه بيانات، لكنه بيكتشف ان هو مقصور ومحملش غير 5% بس. بعد كده بيشتغل الآلي وبيكون غريب لان بياناته مش كامله، وبيطلب من بارن ان هو يوصله بالواي فاي بتاع شركه بابل علشان يحمل البيانات، وبيقرر بارن ان هو ياخده معاه المدرسه لانه متاخر وبعد كده يبقى يصلحه، لكنه بيكتشف ان هو فاصل شحن، لذلك بيسيبه في البيت بعد ما بيطلب منه يستغل الوقت ده ويعرف كل حاجه عنه. وبعد ما بيخلص بارن يوم الدراسه وبيرجع للبيت، وهنا بيكتشف ان الآلي بوظ غرفته علشان يتعرف عليه. بعدين قعد مع جدته في المطبخ وحفظ اغنيتها المفضلة، فبيقرر بارن ان هو يرجعه للشركة علشان يصلحوا العطل اللي فيه. وفي الطريق بقى بيقابلوا ريتش وفاري وبيبدأوا ان هم يتنمروا عليه تاني. بعدين ريتش بيضرب الآلي بتاع بارني، ولان اعداداته مش كاملة فبالتالي مش حافظ قوانين السلامة، فبيرد له الضربة تاني وبيبدأ ان هو يدافع عن بارني اللي بيفرح جدا لانه اخيرا اتخلص من تنمر ريتش وقدر ان هو يوقفه عنده حده، وبيجري هو بيضحك مع الآلي اللي قرر يسميه رون، وبيقرر ان هو يحتفظ بيه مش هيرجعه للشركة. هنا بقى بيجي الشرطة وبيقبض على بارن ورون علشان يرجعه المصنع تاني. وفي الشركة بتقول الموظفة البرن وعيلته ان الآلي مش مسجل على قاعدة بياناتهم ولذلك هيتدمر، فبتعرفها جدة برن ان هم اشتروه من العامل اللي في الجراج بفلوسها كلها علشان تفرح حفيدها، لكن الموظفة ما بتهتمش بكلامها وبتؤمر بإرسال رول لآلة التحطيم، فبيروح برن وراه وبسرعة بيقدر ان هو ينقذه قبل ما يتدمر. بعدين بينزل بيه لمكان تاني مليان آليين وبيأمر واحد منهم ان هو يقف عن العمل، وبعدين بيسلمه للعامل على اساس ان هو رون، والعامل بياخده وبيدمره، وبكده يبقى برن انقذ حياة رون الآلي بتاعه. في الطريق برن بيعرف رون ان هو ياخده معاه للبيت من غير ما اي حد يعرف، ويعلمه كل حاجة عنه ويخليه افضل صديق ليه. وفي نفس الوقت ده بيكون مارك مخترع الآليين واندريك صاحب شركة بابل في لقاء صحفي، وبيعرفوا ان في آلي ضرب طفل، والصحفي بيقول لهم ان ده هيضر باسهم شركتهم، لذلك بيتواصل اندريك مع الموظفة وبيعرف منها ان هم حطموا رون خلاص فبيطمن. وبنروح لبرن وهو بيقول له رون ان هو هيستغل ان مفيش بيانات عنده وهيحمل له هو البيانات اللي محتاجها. بعد كده بيعمل لوحة بعنوان كيف يصبح صديقه بتضم اكتر من قسم، واولهم معرفة كل حاجة عنه، وتاني قسم ان هو يحبه ويدعمه، اما اهم قاعدة بقى فهي ان هو ما يضربش اي حد تاني لان ده خطر. وبيبدأ ان هو يعرفه على نفسه واهتماماته وطريق مدرسته وفطاره المميز والحاجات اللي بيخاف منها، وفي اخر اليوم بيطلب منه ان هو يكون على بعد 6 اقدام منه الا لو هو متعصب يبعد عنه خالص لحد ما يهدى. وبيكون واضح على بارن ان هو فرحان جدا مع رول لانه اخيرا لقى صديقه المفضل، ويقدر ان هو يشاركه اوقاته
وكل اهتماماته، لكن فجأة بيقع روم من على الجبل وبيفضل يتدحرج لحد ما بيوصل لبيت سافانا في الوقت اللي هي بتصور فيه لايف، وبتعرف من بارن ان هو ما يقدرش يكون صداقات، فبتسخر من رون وبتقوله ان هو ملهوش لازمة لانه شغلته الوحيدة هتكون الصداقات، وبتعرفه ان هو لازم يشارك الناس اهتمامات بارن ويعرفهم روتين يومه، واللي بيحب نفس الحاجات ده يبقى صديقه. وبالليل بارن بيروح رون للبيت وبينيمه معاه في الاوضة، ولكن الكهرباء بتقطع وبيكون بارن خايف لانه ما بيحبش ينام في الضلمة، فبيزود رون من اضاءته وبينور الاوضة بارن لحد ما بينام. وفي الوقت ده اندريك بيشوف فيديو لرون وهو بيقع في بيت سافانا، وبيكتشف ان هو لسه موجود، ولانه مش مسجل بشكل قانوني فبالتالي مفيش عليه اي اجهزه تتبع. هنا بقى بيدخل عليهم مارك وبيعرض على اندريك صور لبارن وهو بيلعب مع رون، وبيكون واضح فيها قد ايه هو سعيد، وبيطلب منه ان هو يجيب له بارني علشان يعرف ازاي قدر يغير برمجته، وعمل كده مع رون ويضيف الخاصيه لباقي الاليين. لذلك بيطلق اندريك عربيات الشركه في كل مكان في المدينه علشان يوصلوا لبارني وياخدوا منه رون قبل ما تنزل اسهم شركتهم. تاني يوم الصبح بينزل رون للمدينه وبيبدا ان هو يدور عن صديق لبارني بنفس الطريقه اللي وضحتها سافانا ليه، وبينجح في ده فعلا وبيجيب له اصدقاء كتير جدا، لكنهم بيكونوا غريبين وكبار في السن وصغيرين خالص. لذلك بيجي مدرس بارن وبيامره ان هو يدخل مكتب المديره في نفس الوقت اللي بياخد فيه ريتش رون، وبيعرف منه ان هو ما عندوش ضوابط سلامه، علشان كده بيطلب من الالي بتاعه ان هو ينسخ الرمز بتاع رون بعدين ينقله لباقي الاليين اللي في المدرسه. وبنروح لبارن وهو بيعرف من سافانا ان منشوره حقق ملايين المشاهدات لدرجه ان شركه بابل جت المدرسه علشانها. وبيدخل بارن مكتب المديره، وهنا بتشوف الموظفه اللي حصل في روبوتات الاطفال، فبتطلع الاطفال بره، وبتكون سافانا هكرت جميع الحسابات وطلعت لايف بتعرض في اللي حصل في المدرسه بسبب جنون الاليين. في الاثناء دي بيشوف اندريك لايف سافانا وبيامر مارك ان هو ينقذ الموقف ويرجع ضوابط السلامه للاليين مره تانية قبل ما توقع الاسهم بتاعت شركتهم، وبينجح مارك في ده فعلا وبيحل الخلل. بعدين بتطرد المديره بارن لانه كان السبب في انتشار الشغف في المدرسه، وعشان كده بتعصب بارن على رون وبيامره ان هو يمشي ويسيبه. في نفس الوقت اللي بتنهار فيه اسهم شركه بابل بنسبه 43% بسبب شكاوي الاهالي بان الروبوتات مش امنه على اولادهم، لذلك بيامر اندريك العمال ان هم يحذفوا الفيديوهات دي من على النت وينشروا مكانها مقاطع فيديو للقطط، وبعدين يحاكموا الاطفال بسبب سوء استخدام المنتج، وبكده يبقى حل المشكله من غير خسائر كتير. في الاثناء دي بقى بيكون وصل بارن البيت وبيكون حزين جدا بسبب تصرفه مع رون، لكن فجاه بيظهر رون وهو مغلف نفسه وبيقول له ان هو جاهز علشان يرجعه للشركه لانه كان خاب وما قدرش يخليه سعيد. فبيفرح بارن وبيرجعه وبيقول له ان هو مش مهتم بكل اللي حصل، واهتمامه الوحيد ان هو افضل صديق ليه، وبيحط له السيكر مكتوب عليه افضل صديق، وبعدين بيغير عنوان اللوحه لنكون اصدقاء، وبيطلب منه ان هو يفضل معاه للابد. هنا بقى بيسمع بارن صوت موظفه الشركه وهي بتقول لاهله ان هم هياخدوا رون ويدمروه، فبيهرب بارن ورون من الكوخ بسرعه، وفي الطريق بيقابلوا سافانا وبتكون حزينه جدا بسبب تنمر الاطفال عليها علشان اللي حصل في المدرسه، فبيهون عليها. بعدين بياخد رون وبيطلع بيه على الغابه بعد ما بيطلب منها انها ما تعرفش اي حد ان هو رايح هناك. في نفس الوقت ده بيامر اندريك العمال ان هم يشغلوا كاميرات للاليين كلهم ويتجسسوا على الاطفال على امل ان هم يوصلوا لبارن، وبنروح لبارن وهو بيلعب في الغابه مع رون، وبيكون فرحان اكتر من اي وقت مر عليه في حياته. وبالليل بقى بيحكي بارن رون ان هو كان صديق سافانا وريتش وحضروا عيد ميلاده اللي فات لحد ما جابوا الاليين وكل واحد فيهم اتغير وفضل هو لوحده لحد ما هو جاله وبقى صديقه الوحيد. فبيحكي له رون حكايه قبل النوم، وبعدين بيزود اضاءته علشان بارن يعرف ينام. وبنروح لاهل بارن وهما بيدوروا عليه، وبيكون والده حزين جدا لانه كان مشغول في الشغل وما قدرش ان هو يوفر لابنه وقت اكتر يقضيه معاه. وبنرجع مره تانية لبارن وبيعرف من رون ان بطاريته قربت تفصل، فبيامره ان هو يقف علشان يوفرها. في نفس الوقت ده بيسمع اندريك سافانا وهي بتتكلم مع ريتش، وبتعرفه ان بارن راح للغابه ولازم ينقذوه، واندريك بيسيطر على كل الاليين اللي صنعهم وبيبعتهم للغابه علشان يدوروا عليهم، لكن بارن بيستخبى منهم وبيفشلوا ان هم يلاقوه. وبيتعب بارن لانه مصاب بالربو ومستخدمش البخاخه بتاعته من اول اليوم، فبيصحى رون بالباقي من بطاريته وبيشيل بارن يطلعهم الغابه، وبكده هيبقى انقذ حياته وضحى بنفسه لانهم هيودوه لآله التحطيم. وبتشوف سافانا اللي حصل وبتجري عليه هي وباقي الاطفال في نفس الوقت اللي بيوصل فيه ماركو وبينقذ حياه بارني. بعدين بياخدوا رون علشان يحطموه رغم اعتراض اصحاب بارني لانه انقذ حياته، وبينتشر مشهد انقاذ بارني على مستوى العالم، وبيعتبر الناس ان رون بطل خارق. فاندريك بيستغل ده في الدعايه للمنتج بتاعه علشان يزود من مبيعاته. وفي المستشفى بيجتمع اصحاب بارني بره الاوضه يتكلموا مع بعض عن قد ايه الاليين دمروا حياتهم وبعدهم عن بعض، وخلت كل اهتماماتهم الشهره وتكوين اكبر عدد صداقات على النت. في الوقت ده بيفوق بارنو وبيعتذر له باباه ان هو كان بعيد عنه الفتره اللي فاتت، وبيوعده ان هو هيوفر له وقت علشان يقضيه معاه. بعد كده بيدخل مارك عليه وبيعرفه ان هو صلح العطل اللي في رون وحوله
له زي باقي الآليين، فبتعصب بارنو لأنه عاوز رون صديقه القديم، لذلك بيحاول مارك إن هو يرجع النظام مرة تانية، ولكنه بيكتشف إن أندرو طرده من الشركة وألغى تحكمه في الأجهزة. علشان كده قرر بارن إن هو يرجع نظام رون القديم من الأرشيف بمساعدة أهله ومارك، وبيوصل مارك فعلا لمقر الشركة الرئيس وبتساعده جدته في الدخول عن طريق تمثيل بأنها عاملة نظافة في الوقت اللي بيعطل فيه والده الأمن، وده بيسمح لجدته إنها تدخل مارك وبارن للشركة. وبيطلع بارن ورون ومعاهم مارك ومعزم العربية، فبتبدأ المعزة إنها تاكل سلوك الخوادم اللي في الأوضة، وده بيفتح لهم كل أبواب الشركة، وبيسمح لبارن إن هو ينزل الأرشيف تحت في نفس الوقت اللي بيوقف فيه مارك المروحة قبل ما يقع بارني. هنا بقى بيعرف أندرت خطة بارن لاسترجاع صديقه، فبيتعصب وبيقول لوالد بارن إن هو صانع الآليين علشان يتجسس على الأطفال ويبيع لهم منتجاته. بعدين بيأمر العامل إن هو يوقف نظام الخادم كله ويبعت رجال الأمن لتحت علشان يقبضوا على بارني. في الأثناء دي بقى بيكون بارن بيحاول إن هو يوصل لمكان رون، ولكن بيفشل وبيفتح كاميرات أصحابه من غير قصد، وبيشوف قد إيه هما زعلانين لأنهم وحيدين، لكن النظام بيتقفل والدنيا كلها بتضلم، وبيخاف بارن جدا لأن الضلمة بتفكره بوفاة والدته، فبينور شريط بيانات رون القديم علشان يطمن بارن، لذلك بيروح له بسرعة وبيوصل بالآلة اللي معاه وبيرجع له صديقه مرة تانية. هنا بقى بيعرف مارك إن رون مختلف لأنه اتحمل بالبيانات الخاصة اللي بارن عملها له بنفسه، وبيروح لبارن وهو بيلعب مع رون وسعيد برجوعه، لكن رون بيسيبه وبيبص على حزن أصحابه وبيكونوا كلهم وحيدين، لذلك بيقرر رون إن هو ينسخ الخوارزميات بتاعته لكل الآليين علشان يخلي الأطفال تحصل على أصدقاء حقيقيين قادرين إن هم يسعدوهم. فبيقرر بارن إن هو يوصل لشبكة بابل، ولكن بيكتشف إن ده هيدمر رون، وبيحاول بارن إن هو يمنع رون من تنفيذ خطته، ولكن رون بيرفض وبيقدر إن هو يقنعه بنقل البيانات. بعد كده بيعرض مارك فيديو أندر وهو بيعترف بحقيقة اختراعه، فبيتخلى عن منصبه في الشركة وبيمسك مارك الإدارة. وبعد 3 شهور بينجح رون في نقل رمزه لباقي الطلاب وتكوين صداقات كتير ما بينهم ورسم الابتسامة على وجوههم. أما بالنسبة لبارن فبيرجع لأصحابه القدام وبيقضي معاهم وقت جميل وممتع. ودي بتكون نهاية فيلمنا. ما تنساش اللايك اللذيذ بتاعك، ولو أول مرة تسمعنا يا ريت تشترك في القناة وكمان تفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا سلام.